عليكم أطفالي الصغار، أتمنى أن تكونوا بخير وعلى أفضل حال. في هذه الورشة اليوم سنتعرف على بعض الخضار وفوائدها للجسم. لدينا الطماطم والبطاطس والجزر. Bonjour mes enfants, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Aujourd'hui, on va voir quelques légumes. Ici, on a trois légumes. On a, bravo, c'est la tomate. Ici, on a la pomme de terre, bravo. Ici, on a la carotte. نبدأ إن شاء الله بالطماطم. كيف هو لونها صغاري؟ نعم جيد أحسنتم، لونها أحمر. تحتوي الطماطم على نسبة كبيرة من الحديد، ولذلك هي وقاية لكم أيها الأطفال من الأنيميا أي فقر الدم، وتحتوي كذلك على الكالسيوم والمغنيسيوم وكذلك فيتامين سي، فهي بذلك وقاية من الأمراض وتقوي العظام ومناعة الأطفال. وتحتوي أيضا على نسبة كبيرة من مضادات أكسدة، لذا تناولوها أطفالي بكثرة فهي تقيكم من فقر الدم. On va commencer par la tomate. Elle est en quelle couleur, mes enfants? Regardez bien, elle est en rouge. La tomate est riche en vitamine E, en vitamine C et en bêta-carotène. Donc, c'est un fruit parfait. Alors, mangez la tomate pour rester jeune. البطاطس توجد بلونين، الأول هو الأصفر والثاني هو البني. نجد الصغار بأن البطاطس تحتوي على بعض الفيتامينات وكذلك المعادن، فهي تمد الجسم بالطاقة لأنها غنية بالكربوهيدرات وتكون بكثرة في فصل الشتاء، كونها وجبة دافئة وغنية. لدى الصغار تناولوها ليس بشكل كثير لكنها مفيدة لجسمكم. On va passer à la pomme de terre. Regardez bien mes enfants, sa couleur elle est bravo, marron. Et des fois on trouve des pommes de terre en jaune. Bravo mes enfants. La pomme de terre est riche en vitamines et en fibres qui protègent notre santé. Et il nous donne beaucoup d'énergie. Alors, mangez la pomme de terre, mes enfants. والآن صغاري ننتقل إلى الجزر. نعم. انظروا إلى لون الجزر كيف هو؟ نعم، لونه برتقالي. ويعتبر الجزر أحد أفضل الأغذية النباتية التي تقدم للأطفال، وذلك لأنه يوفر لهم الحماية من العديد من المشاكل الصحية، فهو غني بفيتامين ألف ويحتوي أيضا على فيتامين B6، وهذا الفيتامين يحافظ على التوازن الغذائي في الخلايا الجهاز العصبي والجلد والكبد، وكذلك يساعد على التئام الجروح لأنه غني بكمية وفيرة من فيتامين C، ويساعد على نمو الأطفال بصورة طبيعية وسليمة، لهذا تناوله بشكل كبير فهو مفيد لجسمكم. Et finalement, on termine par la carotte. Sa couleur, elle est brave, elle est orange. La carotte est riche en bêta-carotène et antioxydants. Elle réduit le mauvais cholestérol et nous protège de certaines maladies. وفي الأخير صغاري ستجدون هذه الأوراق في البذارة من أجل تلوينها، أنتم صغاري من سيقوم بتلوينها، ونلقاكم في ورشة قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.